اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس أنه يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى أنه هو الرازق. نعم، هاي ما عليها شك أنه هو الله سبحانه وتعالى هو الرازق، لكن كيف يرزق الإنسان؟ ترى ماكو واحد طلع من بطن أمه أنه عنده عمارة أو حلقة خاشوقة من ذهب. لا، الرزق الله سبحانه وتعالى اطاع من؟ اطاك النظر، وطاك الكلام، وطاك الحيل، وطاك القوة والعقل اللي تفكر بيها. وأما ظلت هذه الأشياء فأنت من طاك ذا نجهزك بيهن، ما ظل نايم. إذا ظليت نايم أنت راح ذا يكون في خمول، راح يكون في جمود جمدا. فأنت تحاول تتعامل بذن اللي طاك إياهن، ذن الكليات، وأنت باستطاعتك تشتري العمارة، تشتري السيارة، تشتري البيت، تشبع نفسك، تغنيها عن الجوع بذن القضايا اللي الله سبحانه وتعالى اللي يطاك هذا الحيل والعين والصحة والعافية بالأكل وهضم هذا الطعام. فالله سبحانه وتعالى جهزك بذني. أما يجهزك بعمارة، مرات يقول له شوف بيت فلان الله مطيهم وأنا ما مطيني، بيت فلان شوف ايش قد عندهم سيارتي، راح اشتغل وجاب. هسا ما نقول باقي، لا راح اشتغل وجاب. أسوى العمل كله، والعمل ينقسم إلى قسمين، أما يكون حلال وأما حرام، المهم هو عمل وجابهن ذني. فأنت عليك العمل، لأن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء، يعني اللي شاء يعني يعمل، الله سبحانه وتعالى كلهن ذني يسهلهن له، يشتري العمارة ويشتري الشارع ويشتري المحافظة ويشتري كل شيء. فأنت لا تظل تنظر على جارك وتنظر على أخوك وتنظر على ابن عمك شوف هذا ايش عنده ومن جابه والله اطاه وأنا ما اطاني. لا، بالعكس، اطاكم كلكم متساوين، اطاكم الهواء، اطاكم الحيل، اطاكم العضلات، اطاكم كل شيء. العقل تفكرون به واطلقكم في هذه الدنيا، وانت خذ حصتك من هاي الدنيا، انتهز الفرص. فلا تظل تباوع على حلال فلان ولا على شغل فلان. لا تنسونا بأفضل دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.